بينها فيصل الله يرحمه ما كان يعرف هو ملك، وكانت نعطي أوامر إنه ما حد يقول له أنت ملك. فمن عرف كان عمره أظن 10 سنين 11 سنة، دا يحكي ويا الجنود برا، قالوا له يا جنات الملك، ضحك قال له يعني شو تحكي؟ قال له أيوه أنت ملك. فراح على أمه قال له يقولون علي أنه أنا ملك. فانجبرت تحكي له، ذاك الوقت حكت له أنه هو ملك. علاقتي قوية بكلتهم، بس فيصل لأن كان شاب بداية شبابه، فعلاقته مثل أخ كبير الطفلة، والطفلة وكيحة يعني ما كانت طفلة عاقلة. هم كانوا عائلة جدا بسيطة وبيتهم بسيط بسيط، هم طيبين كلش. أتذكر في يوم أنا قاعدة يمهم فوق قصر زهور، والملك فيصل قاعد قدامي عمره لازم 15 سنة، وأنا دالعب وياه 14، وأنا دالعب وياه داذب له بطل، هو داذب لي وأنا داذب له، وجدتي راح توصل يم راسه، فأمي فزت ملك عالية لزمت البطل هيك، وشافت إنه يعني أمي دا تريد، زعلت مني إنه شو تسوين. فملكة عالية جتي علي نسيت فيصل قعدتني، وبعدين جابت لي ليس أتذكر دجاجة هيك تدوسها وتبيض، وبقت عندي سنين. بعدين ب 96 باق بيتنا، وهذا كل شيء أعتز به وهي لعبة. أشياء غريبة يعني مثلا أتذكر كلابهم دي يعوون مثل دي يبكون، بس حتى الأمير قال هاي لين دي يعرفون دي نسافر، بس فنواح يعني مو طبيعي فنواح. وفيصل إجا ذيك الليلة جميل كان، يعني ما بعمري شايفته بهالجمال ليلتها. حتى أمي قالت له شو مسوي؟ قال لي أنا هسه قصيت شعري. هو وأمي يتجادلون، بتقول له أنا راح أشوف فاضلة قبلك، لأن هو راح يروح كان تركيا وبعدين يروحون لندن. تقول له خالته الله يرحمها أميرة عبدين، تقول له فيصل قول إن شاء الله، يقول إن شاء الله ويكملون الحكي. الله يرحمه مرتين ثلاثة ظلت تعيد فيصل قول إن شاء الله، الله يرحمه. قال لها هو كان يسمي أبجي، قال له أبجي مليون مرة قلنا يعني قبل رح أموت منها الباكر. قال لك لا ما نعرف. والله يرحمه فيصل راح لل راح يشوف البيت، قصر اللي قصر اللي صار سووه قصر الجمهوري، هو قصر خطي وباني كان. فجاء فرحان وقاعد ديك احنا على البالكون، بس يعني موجود هو دا يضحك، اول شيء دا يضحك، وانت راح تخربين انت الدواغ مال خطيه فاضله، انت راح تشيلي الله يدري وين راح ينتهي الدواغ، ونضحك وخربان ضحك. بعدين هيك قاعد حط ايده على شو اسمه على المحجر، قال اصدق هذا القصر يخلص وانا وفاضله نعيش به، ويعني كان كلش فرحان ليلتها.